وفيات وجرحى وآلاف النازحين بسبب الإعصار المداري تيج في محافظة المهرة. السلطات المحلية في سقطرى تقول إن إعصار تيج خلف أضرارا كبيرة بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة. دور بارز للسلطات المحلية في عدن بتأهيل وترميم المباني الحكومية المتضررة من الحرب. أهلا بكم. سجلت حالتي وفاة لشخصين وأصيب 150 بجروح مختلفة إثر إعصار تيج الذي ضرب محافظة المهرة وفق حصيلات رسمية أولية. وأجبر الإعصار نحو 10,000 شخص من أبناء مديريتي الغيضة وحصوين على النزوح إلى أماكن أخرى أكثر أمانا. وجاءت الإحصائية ضمن تقرير أولي أحاط به محافظ المهرة محمد علي ياسر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستعرض مستجدات الحالة المدارية والخسائر البشرية. تفقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بعض المناطق المتضررة من الإعصار المداري في مدينة الغيضة وضواحيها، وأشاد العليمي بجهود السلطة المحلية وفرق الطوارئ في الاستجابة لآثار الحالة المدارية، مشددا على أهمية إبقاء الجاهزية العالية عند درجتها القصوى حتى في ظل توقعات تراجع العاصفة الإعصارية إلى منخفض جوي. أعلنت السلطة المحلية في سقطرى أن إعصار تيج لم يسجل أي خسائر بشرية، ولكنه خلف أضرارا مادية في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين. وقالت السلطة المحلية في سقطرى أن الإعصار تسبب بتضرر نحو 50% من الطرقات وخاصة في المناطق الشرقية، كما تعذر الوصول إلى منطقة راس أرسل شرق سقطرى نتيجة انقطاع الطريق. أعلن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي عن خسائر في البنية التحتية، ووجه لجنة الطوارئ بالتدخل في المديريات الشرقية. وشدد المحافظ على تفقد البنية التحتية المتضررة في المديريات الشرقية والطرق والجسور المتأثرة من السيول، والاطلاع على أوضاع المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لإيواء الأسر المتضررة. وكلفنا الأخوة الوكلاء بالنزول إلى المديريات الشرقية التي شهدت أمطار غزيرة وسيول جارفة تأثرت أثرها البنية التحتية، مما جرف عدد من السيارات المواطنين. فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ العديد من المواطنين ومن الناس الذين كانوا عالقين. نحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. وأولا أن ليس هناك خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح أبدا. الجوانب الأخرى في البنية التحتية وفي الطرق والجسور طبعا تأثرت، ولكن ليس بالقدر الذي تأثرت به المحافظة المجاورة وهي المهرة. هذا ونفذت قوات الأمن والشرطة انتشارا واسعا في مختلف شوارع مدينة المكلا التزاما بخطة الطوارئ للحد من أثار الإعصار المداري تيج. وبدأت الوحدات الأمنية المشكلة من القوات الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق وأمن مديرية المكلا وقوات حماية المنشآت وشرطة السير بالانتشار بدءا من اللحظات الأولى لهطول الأمطار على مدينة المكلا، ولا تزال ترابط في أكثر من 20 موقعا. عقد مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد وسير تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات عمل الحكومة. وبحث الاجتماع تطورات الحالة المدارية الطارئة لإعصار تيج، حيث أشاد الدكتور معين عبد الملك بدور الأجهزة المعنية على المستوى المركزي والمحلي وفرق الطوارئ في اتخاذ الإجراءات الاحترازية المنسقة مع مختلف الأجهزة بما فيها العسكرية والأمنية واللجان المجتمعية للعمل على الحد من أي أثار محتملة للإعصار المداري في المحافظات الشرقية.
قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن إن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة في اليمن. وذكرت البعثة في تدوينة على منصة إكس أن الاتحاد الأوروبي يدعم وبقوة دور الأمم المتحدة الحاسم في جهود السلام في اليمن، وأشارت إلى دعم الاتحاد لمنظمة الأمم المتحدة في جهود التنمية والجهود الإنسانية. رحب محافظ شبوة الشيخ عوض بن الوزير بالتوجهات الوزارية الجادة لإعادة تشغيل مطار عتق الدولي. وأكد محافظ شبوة خلال لقائه باللجنة المختصة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد دعمه لتوجهات استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار عتق في أقرب وقت ممكن، مبديا استعداده للتعاون مع وزارة النقل وهيئة الطيران لاستكمال ما تبقى من المقومات الأساسية لإعادة تشغيل المطار. كشفت إحصائية أممية حديثة عن ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية والوفيات المرتبطة بها بين الأطفال في اليمن. وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي إن عدد حالات الإصابة بالحصبة بين الأطفال في اليمن بلغت أكثر من 42 ألف حالة خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 57% عن إجمالي الحالات المسجلة طيلة العام الماضي. سارعت السلطات المحلية في عدن بقيادة المحافظ وزير الدولة أحمد لملس إلى تأهيل المباني الحكومية التي تضررت جراء الحرب لتوفير بيئة مناسبة للنهوض بالعمل. لم تكن المرافق الحكومية بمنأى عن الغصف والتدمير الذي تعرضت له في الحرب، وبعد سنوات من التحرير وبجهود سلطات المدينة بقيادة أحمد لملس أعيد تأهيل وترميم عديد أبنية ومرافق متضررة، كما تم بناء وحدات جديدة لتحوي المكاتب الحكومية. بناء على توجيهات الأخ وزير الدولة محافظ المحافظة عدن، إعادة تأهيل وترميم مبنى السلطة المحلية بتكلفة تقدر 261 مليون ريال يمني دعم من السلطة المحلية في المديرية. تم بناء ما يقارب 10 غرف ومكاتب للسلطة المحلية وسكرتارية وقاعة ومكتب المدير، وتم تجهيزه بتجهيز كامل إن شاء الله. هذه مرحلة أولى، هناك مرحلة ثانية إن شاء الله. في مديرية المعلى بنيت عدة مكاتب حكومية، وكذلك الحال في المنصورة التي تسابق الزمن إن تم بناء مرافق ومدارس وحدائق، وكل ذلك لتوفير بيئة ملائمة لعمل السلطات والترويح عن الأهالي. عندما أتينا المديرية في 2020 في شهر 9 كانت المباني ما في هذا المبنى كان مضروب يعني من الطيران في 2015، وتم يعني إعادة تأهيله وترميمه، وتم يعني توسعة المبنى، كان شبه غرف يعني صغيرة، والآن الحمد لله تم يعني عمل دورين جانبي، وعملنا قاعة يعني للمؤتمرات والندوات الثقافية. يعني العمل لا زال يعني ماشي على قدم وساق فيها بالتعاون مع السلطة المحلية، وبتعاون الأخ معالي وزير الدولة تم إنشاء مدرسة القادسية. المدرسة القادسية هذه كانت مسواة في الأرض. تعاقبت عديد سلطات منذ الحرب لكنها لم تتمكن من ترميم مبانيها الحكومية على الرغم من حجم الإيرادات التي كانت تحوزها، واليوم تشهد المدينة إعادة لمؤسساتها المختلفة، وهو ما يبعث الأمل والتفاؤل في نفوس المواطنين. صالح حنش، الغدو المشرق، عدن. أدانت عشرات المنظمات المحلية والدولية ممارسات الحظر والرقابة المستمرة التي تفرضها الميليشيات الحوثية على الإنترنت، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الانتهاكات والتي تسببت في خسائر اقتصادية واضطرابات اجتماعية مختلفة. في سياق تلاعبها المستمر بشركات الاتصالات والحد من استخدامات الانترنت وسرعتها في البلاد، عملت ميليشيات الحوثي على حجب العديد من المواقع الإلكترونية التي تعتبر ضرورية لفئات كبيرة من المجتمع. مواطنون عزوا التلاعب الأخير بشركات الاتصالات في مناطق سيطرة الانقلاب إلى الحد من انتشار الأخبار الحقيقية ومن حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة.
إلا أن ذلك أثر على حياة الكثيرين من الناس، لا سيما من يتخذون من المواقع الإلكترونية وسيلة للعيش ومصدرا لقوت يومهم. عشرات المنظمات المحلية والدولية المتخصصة في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والحقوق العامة والشؤون الاقتصادية أدانت في بيان ممارسات الحظر والرقابة المستمرة التي تفرضها شركة يمن نت في صنعاء على الإنترنت، ودعت إلى وقف تلك الإجراءات ورفع الحظر عن المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة. البيان الصادر عن 42 منظمة محلية ودولية وصف تلك الممارسات بالمقلقة، مؤكدا أن عمليات الحظر التي حدثت أخيرا تعد واحدة من ضمن سجل طويل ومستمر من الحجب والرقابة على الإنترنت في اليمن، في إشارة إلى أن البلاد شهدت في الربع الأول من العام الحالي 12 حالة انقطاع للإنترنت أثرت في محافظات عدة من بينها شبوة وتعز وعدن وحضرموت ومأرب وأبين، وتراوحت مدد الانقطاعات ما بين بضع ساعات إلى أكثر من أسبوع. هذا ويتسبب الحجب وقطع الإنترنت في خسائر اقتصادية واضطرابية اجتماعية مختلفة، ويعد قطاع الصرافة والبنوك هو الأكثر تضررا من انقطاع الإنترنت، وتقدر خسائر البنوك وشركات الصرافة بمئات الملايين من العملة المحلية، نظرا إلى أن عمليات التحويل المالي ومختلف التعاملات البنكية تعتمد على خدمة الإنترنت. وإلى جانب ذلك، فإن الكثير من المشاريع الصغيرة تراجع نشاطها أو توقف بسبب بطء خدمة الإنترنت أو انقطاعها، ومن ذلك خدمات توصيل الطعام والسلع المختلفة وخدمة المشاريع المنزلية. نهاية النشرة، تذكيرا بأبرز العناوين: وفيات وجرحى وآلاف النازحين بسبب الإعصار المداري تيج في محافظة المهرة. السلطات المحلية في سقطرة تقول إن إعصار تيج خلف أضرارا كبيرة بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة. دور بارز للسلطات المحلية في عدن بتأهيل وترميم المباني الحكومية المتضررة من الحرب.